لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتزت ولاية وهران في الساعات الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجعة أليمة راح ضحيتها طبيب جزائري كان رفقة زوجته في عطلة. وقالت مصادر عديدة أن الطبيب تعرض لإنهاء حياته من طرف بعض اللصوص والذين سرقوا حقيبة يد زوجته في سانتا كروز بذات الولاية. فيما قالت مصادر أخرى مطلعة أن الطبيب المغترب بأوروبا كان يقضي عطلته في ولاية وهران، وكان يسير في الطريق أمام زوجته حوالي 3 أمتار أين تم نشل حقيبتها من الخلف. وعندما صرخت التفتت للسارق الذي قفز وسط الغابة وفر اتجاه بلونتار، وفي محاولة من الطبيب الإمساك به سقط وارتطم رأسه بالصخور وتوفي على الفور. كما أن المرحوم لا توجد به آثار تدل على إنهاء حياته، والله أعلم. في انتظار تأكيد المعلومة من الجهات الرسمية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.